أهلا بكم في قناة أميومي. لو دي أول مرة تشوفوني فأنا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة. ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل البطاطس المسلوقة بشكل جديد وطعمه مختلف وأحلى بكتير جدا من البطاطس المسلوقة اللي احنا متعودين عليها. احنا هنضيف لها شوية مكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت، هننقل الطعم نقلة تانية خالص. خلينا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. هنحتاج 3 بطاطس مسلوقين وبيضة، معلقتين كبار زبدة، من 3 لـ5 معالق دقيق، ملح، فلفل اسود، بصل بودر، ثوم بودر، جوز الطيب، وبقسماط وزيت. نسلق البطاطس سليمة بقشرتها، ما نقشرهاش ونقطعها ونسلقها علشان ما تشربش مية كتير وهي بتتسلق فتطلع طرية. نسلقها بقشرتها ونقشرها، وبعد كده نهرسها وهي لسه سخنة. هنضيف عليها الزبدة علشان تسيح من سخونية البطاطس، ونهرسها معاها كده لغاية ما تختلط كويس البطاطس كده وتدوب. هتبلها بملح وفلفل اسود وجوز الطيب، بصل بودر، وثوم بودر. هضيف لها بيضة من 3 لـ5 معالق كبار دقيق. احنا هنضيف دقيق بحيث يساعد ان البطاطس تمسك نفسها وما تبقاش بتلزق واقدر ان انا اشكلها. ممكن ان احنا نضيف 5 معالق، ممكن نحتاج اكتر او اقل على حسب حجم البطاطس اللي احنا استخدمناها. برضو يعني بتبقى تقريبية المقادير دي، اللي حس ان هو محتاج يزود ممكن يزود، بس هي برضو ما نزودش دقيق كتير قوي لدرجة ان هو ينشف البطاطس. هي بتبقى لسه برضو بتلزق شوية كده زي ما احنا شايفين، بس بشكل معقول ما تكونش ملزقة خالص او طرية خالص. وهاخد جزء من البطاطس كده هكوره بايدي وهحطه في البقسماط، هغلفها من جميع الاتجاهات بالبقسماط كويس، وابتدي ان اشكلها على شكل قرص كده. برضو البقسماط هيساعد ان انا اعرف اتحكم في البطاطس ما تبقاش بتلزق اكتر، فمش هنحتاج ان احنا برضو ننشف الاساس بتاعنا اللي هو البطاطس بدقيق زيادة، وده يخلي طعمها مش حلو وما يخليهاش بقى تبقى طرية ودايبة قوي كده. فمنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نزودش عن 5 معالق دقيق. هاخد جزء من البطاطس كده وهعمله في البقسماط كويس وهشكله بعد كده قرص. وفي طاسة سخنة هحط شوية زيت، مش هنحتاج زيت كتير غزير زي زيت القلي، هو شوية زيت كده بس. ممكن ان احنا نحمر بيه البقسماط، الطبقة الخارجية كده للبطاطس، عشان يدينا طبقة مقرمشة من بره، ونفضل محتفظين بطراوة البطاطس من جوه كده ونعملها.
ولما تحمر من تحت اقلبها على الوش التاني عشان هو كمان ياخد لون. لما يحمر الوش اللي تحت كمان هشيلها خلاص من الطاسة. شايفين انا بقطع ازاي من بره في طبقة رقيقة كده مقرمشة ومن جوه البطاطس ناعمة جدا. حقيقي الوصفة دي سهلة خالص ومش بتاخد وقت، بس هي فيها روح مختلفة كده للبطاطس وطعم جميل جدا. أتمنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.